ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك يا رؤوف، ألف مبروك. يلا بقى يا أم عصام بقى، زغرتي وجلجلي. مبحوح مش طالع. ايه يا استاذ هلال؟ معلش كنت مشغول ما عرفتش ارد عليك. بكتب كتابي بكتب كتابي بكتب كتابي، بتجوز بتجوز يا استاذ هلال. فعلا؟ طب اصل الحقيقه مش هينفع اجيلك دلوقتي. بتجوز، بقول لك بتجوز. طب انا جاي لك حالا حالا. ايوه ايوه حالا اهو حالا. على مؤاخذة البطاقة. رؤوف رؤوف زغرتي. لا أمر يا فندم. ممكن أعرف يا فندم إيه اللي حصل؟ الباشا بيتهمه إنه اعتدى عليه، وحاول كمان يعتدي على زوجته نهى منظور. لا أنا مش مراته، وأنا اللي بتهمه إنه بيعتدي عليا وبيطاردني في كل حتة، وعايز أعمله محضر عدم تعرض ليا دلوقتي. نهى ما قلتليش الكلام ده من بدري ليه يا بنتي؟ مين سعادتك؟ أنا لواء مندور شكري. أهلا وسهلا. أظن كده يا فندم إحنا نكسب، إحنا معانا لواء وظابط، هو معهوش حد خالص. هو فين؟ هو معهوش حد خالص. ومين حضرتك؟ أنا صديق مقرب للواء مندور وللظابط رؤوف. أنا قصدي إيه علاقتك بالمشكلة؟ يا فندم ده الكاتب الصحفي هلال كامل، والد المتهم عماد. انا مش متهم، هو اللي تهجم عليها في الاول، ما كانش ينفع اقف اتفرج. شايفين شايفين الشهامه شهامه. انا مش عايز اتكلم. والله يا جماعه انتوا حاطيني في موقف محرج للغايه. انا شايف يعني نسيب لكم المكان تحلوا الموضوع ده بالود، وخصوصا ان في سابق معرفه بينكم. هسيب لكم المكان شويه. يا زياد، هي دي التعليمات اللي احنا بنشتغل من خلالها؟ ايه نسيتها؟ تحب افكرك بيها يعني؟ انت اللي هتفكرني؟ نحترم نفسنا بقى ولا ايه؟ بص يا زياد، انا مش حابب اقرا في الجرايد الصبح ان الضابط امن وطني تعدى على مواطن كان بيدافع عن خطيبته اللي قالي فتحتها. بس هو مش خطيبها. انت عارف يا زياد بيه الجرايد ليها حاجات كده، وساعات بتقول كلام يعني ملوش لازمة عشان الموضوع يبقى حراق، فالموضوع لما يبقى حراق بيولع الدنيا ويأذي المقصود بيه حتى لو ما كانش عمل أي حاجة. يا عفاف ده قانون، الموظف لازم يطلع معاش في سن معين. لا مش لازم، طول ما أنا قادرة أشتغل هشتغل. أنا مش بتاعت قعدة البيت يا دراز. ومالها قعدة البيت بس يا عفاف؟ على الأقل تعملي لنا أكلة حلوة من أكلاتك الفظيعة اللي ريحتها بتدوخ العبارة كلها. صحيح ريحة الأكل وهو بيتحرق، بس مفيش مشكلة، المهم إنها بتدوخ. أيوة كده، اضحكي اضحكي، أنت تستاهلي تضحكي على طول يا غالية. وبعدين يا عفاف أنت قضيتي عمرك كله في وزارة التربية والتعليم، مفيهاش حاجة ما تريحي في البيت شوية وتقعدي في وزارة الأنتخة. هو أنا يعني بتكلم معاك عشان تقولي الكلمتين الحلوين دول؟ أنا عايزاك تكلمي لحد من صحابك المهمين يمديني سنة ولا اتنين. أنت فاهمة أخوكي غلط يا حفيف، أنت فاكراني بقعد مع وزير التربية والتعليم على القهوة ونشرب شيشة؟ هو أنا صحيح من شوية برضه، بس مش لدرجة إن أقدر أكلم حد عشان يعدل لك القانون. يعني مفيش فايدة؟ هقعد في البيت؟ طيب، إيه رأيك إنك ممكن تيجي تشتغلي معايا في الجورنال؟ هشتغل إيه في الجورنال؟ أنا بكتب مقالات ساعات كده محدش بيقراها خالص، انت هتقريها وتقولي لي الله حلو قوي يا دراس. يا حلاوه، هقول لك الله حلو قوي يا دراس. الله انت دهبلت يا حفيف. انا مبسوط قوي انك بتسمعي كلامي، بس نفسي اللي بيحصل ده ما يبقاش فيديو كله بس. لا صعب قوي بصراحه، انا عملت كده عشان ارضيك، بس حاسه كده ان انا ممكن اقل من نظرك. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا منى؟ منى انا شايفك محترم ومحترمه جدا كمان. طب توعدني ان محدش يشوف الصور اللي بعتها لك قبل كده؟ وانت تفتكر ان انا ممكن افرجهم لاي حد؟ منى انا لو انسان مش كويس كان زماني دلوقتي سجلت اللي بيحصل ما بيننا.
بس انا ما بعملش كده. انا عايزك تثق فيا. انا عارفه والله وبثق فيك. طب انا لازم اخد القمصان دي واركبهم عند مامي قبل ما تيجي. ماشي يا حبيبتي، بس عايز لما اجي لك المره الجايه تخليني اخد راحتي حبتين. لا والله صعب، انا كده ابتديت استحقر نفسي بجد. والله العظيم ما هعمل حاجه انت مش عايزاها. يلا روح ادي الحاجات قبل ما ماما تيجي. توحشيني. سلام. تعالى بطيتي جنب اخواتك. لحد ما وصلنا المطار قلت اكيد هيتمسك، لكن اللي حصل اني ما شفتش الشنطه اللي استلمها منهم معاه لما دخلنا المطار. وقلت اكيد شايل المخدرات في معدات التصوير. بس لقيت العمال بيمروا معاهم المعدات بعد التفتيش وعادي. فهمت ان في حاجه غريبه حصلت. ايه هي؟ مش عارف. بعدها على طول اعتذرت له عن الفيلم. عملتي خير ورجعت له العرض. انا كده كده كنت هوقف تصوير الفيلم. غريبه، والمصاريف اللي انت صرفتها والسفر. مش احسن ما اكمل تصوير واصرف تاني والفيلم يفشل؟ الفيلم يفشل؟ انت بتتلكك بقى عشان توقف تصوير. انا اللي غلطانه، انا اللي غلطانه اني قللت من نفسي واشتغلت مع حد زيك. روحت بيتي وأنا منهارة، إزاي أسمح لشخص زي ده يسوق سمعتي بحجة إني ماليش جمهور، وهو في الآخر تاجر مخدرات وكان عامل الفيلم عشان يبقى مجرد بارافان لتجارته. إنه حقاً طريق الوداع. منتج سينمائي وتاجر مخدرات صاد ضاد. تعال يا نوران. أنا أسفة والله، أنا ما كانش قصدي أتصنت. هو إيه اللي حضرتك عامله على الحيطة اللي هناك ده يا أستاذ هلال؟ مريم كاتبة في مذكراتها أسامي ناس كبيرة ومهمة متورطين في قضايا فساد. آه، والكلام اللي على الحيطة ده ليه علاقة بالقضايا دي؟ بالظبط، أنا أصلي بحاول أوصل للأسامي دي. أنا شغال دلوقتي في قضية مخدرات. آه. رد رد. لا ما انا مش عايزه ارد، ده صاحب الشغل اللي انا كنت شغاله فيه. رد بس رد. الو. انت ما ترديش عليا ليه يا بت؟ البودره اللي معاكي فين يا رحمه؟ تجيبيها بالذوق بدل ما اجي اجيبك من المكان اللي انت فيه. طيب هجيبهم لك واجي لك على طول. ايه في ايه؟ انا لازم اروح مشوار. مشوار ايه؟ اصل مهم نسي معايا مفاتيح وانا لازم اديهم. طب انا هاجي معاك. لا 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 حضرتك خليك، انا مش عايزه اتعبها. الوضع كده زاد عن حده مع زياد ولازم له وقفه. اعتزل الهلال بالنيابه عني وانا لا تصرف تاني معاه. ايه ده؟ انت مش كان كاتب كتابك النهارده؟ المفروض يا فندم كان، المفروض. هلال بقى ربنا يكرمه وقع عليا من السما. كانش ينفع ارفض له اول طلب يطلبه مني، انا ما صدقت الراجل يثق فيا. طب يلا مش هعطلك، روح لمراتك اعتذر لها زمانها كرهتك ومش طايقاك. يلا. ده حقيقي يا فندم. والله يا فندم انا مش عارف الجوازه دي مالها، انا كل ما بتقدم فيها خطوه بيحصل مصيبه، مش عارف العيب مني ولا منين ولا في ايه بالظبط. ما تستعجلش، بكره يا سيدي تشبعوا من بعض وتنداموا. والله يا فندم انا بقول لها كده على طول، خصوصا موضوع الندم ده. عاجبك منظرنا قدام الناس؟ زمانهم دلوقتي بيقولوا عريس هتطفش منها وطلع يجري الا لما ساب حتى اجره المأذون. خلاص يا مصابرين بقى كفايه، البنت مش مستحمله. ماشي رؤوف، ماشي ما اشوفك. بس كبدي عليكي وعلى بختك يا بنتي.
بيفكرني ببختي. انت ما صدقت لقيتيني قدامك قلتي نبني من النكهة جانب؟ حرام عليكي، سيبيها في حالها، البنت مش ناقصة. هو انا لو مسايباها كانت وقعت الوقعة المنيلة دي؟ قال ايه؟ فرحانة بالظابط، الظابط راح والظابط جه والظابط نام والظابط قام، اهو طفش الظابط. اديني بتهزري؟ طب وانتي قابلتيها فين؟ هي مش كانت صاحبة مع جوزها الكويت؟ خبر جوزها عمل حادثة ومات هو الأولاد؟ طيب هكلمك الصبح ونتفق ونروح نعزيها. مع السلامة يا حبيبتي. يا حبيبتي ايه؟ في ايه مالك يا عفاية؟ والله حصل حاجة ولا ايه؟ جايبة لك عروسة إنما لقطة، بنت ناس وانت تعرفها من زمان. انت مفيش فايدة فيك خالص، ما بتنسيش الموضوع ده؟ انت عايزانا اتجوز بعد السنين دي كلها؟ ايه ده؟ ايه ده بس لما تعرف هي مين؟ مش هتفرق. لا تفرق. فاكر هالة بنت عم سالم اللي كان جارنا زمان في الدقي؟ لا لا انت اتهبلت يا عفاف، ده عندها عيال في الجامعة. قمر والله، بس حظها قليل قوي. جوزها الاولاني بعيد عنك مات غرقان، والتاني بعيد عنك برضه مات هو العيال في حادثة. انت عايزانا ابقى التالت يا عفاف؟ عايزة تموتي اخوك يا اختي؟ يعني انا بعد ما اسمع اخبار الحوادث دي ممكن اوافقك؟ ارحميني، ربنا يرحمك، تصبح على ولا بلاش. ادخل انام احسن. ايه ده؟ وايه اللي مزعله قوي كده؟ عشان عندها عيال في الجامعه؟ طب ما هم ماتوا. بتعتذري على ايه بس؟ كان منطقي جدا انها تدخل، وبعدين انت مالكيش ذنب في اي حاجه، ده بني ادم مريض يا شيخ. ما كنتش حابه احطك في موقف زي ده، بجد انا اسفه قوي. كل الاعتذارات دي هو اللي رفع عليها السلاح، امال يعني بقى لو كنت انا اللي ضربته؟ لا ما انت ضربته في الاول على فكره. كويس الحمد لله يعني انك ما نسيتيش. وبعدين ان شاء الله الموقف ده مش هيتكرر تاني. انا بس كنت عايزك. لا زي ما انت، والله ما انت متحرك على وضعك يا خلو. انا جنبك هنا في كابينه 2. عماد هو في حاجه ولا ايه؟ لا 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 ابدا، بقول لك يعني حاول تنسى اللي حصل عشان ما يضايقكيش كده يعني. يا رضا أستاذ دراز، أنا جبت لحضرتك المقال اللي طلبته. ألف مبروك يا نهى، ردود الأفعال والتعليقات على المقال بتاعك هايلة هايلة هايلة. الله يبارك فيك يا أستاذ، الحمد لله. على فكرة يا نهى، وأنا عرفت العصر امبارح من زياد طليقك. هو أستاذ هلال هو اللي حكالك؟ لا، باباكي هو اللي حكالي. ما أنت عارف يا نهى أنت بالنسبة لي زي بنت بالظبط، وعمرك يهمني. ده انسان سخيف وبجح، وصلت بيه الجراءه ان هو يجي تحت بيت استاذ هلال؟ كبرني، ما تحطيش في دماغك. امه هو مشكلته بس ان هو عرف قيمتك بعد ما سبتوا بعض، تلاقيه عايز يثبت لك ان هو مهتم بيكي وانه اتغير عن الاول. والله يتغير بقى لغيري ويبعد عني. عن اذنك.
ايوه منظور، الظاهر ان نهى رجعت تاخد المهدئ تاني. انا بفكر اديها اجازه عشان تريح اعصابها شويه. بالعكس، لو قعدت في البيت هتتعب اكتر. نهى بتحب الشغل وبتستمتع بيه. انا هتصرف مع الحيوان ده. ماشي يا منظور، مع السلامه. يا استاذ دراز، يا استاذ دراز، شفت الزومبي؟ طب ما انت قدامي على طول اهو، ايه الجديد؟ لا انا بتكلم على الزومبي ده، زومبي بجد، زومبي بحق وحقيقي. اتفرج على الفيديو ده كده. بنحب واحنا كبار، مش مهم ايه السن، المهم اعرف اختار. ده الحب مسؤولية، حسيت لازم تقول رباك ايدك هدية، اوعى منك تزول. اجمل احساس لما تكون واقف في وسط الناس، الكل باصص ليك وانت مش هنا من الاساس، باصص لنقطة واحدة هي برضو بصة ليها. دوشة ومعزيم وناس وكروشة انت وهي فيها، وده طبعا بعد ما اتفقنا على اسم ابننا، وقعدنا نخطط في حياته لحد ما يبقى في سننا. من اول اكله لبسه مدرسته حتى جامعته، لحد لما نشوفه حبيب يعيش قصة حبنا. ازاي انا حب ديها كان بالنسبة لي حلم، انا لحظة حب ديها احلى مشهد جوا فيلم. حب غير اعتيادي عادي جدا ليها موت، حب مالوش قواعد عدي بيه كل الحدود. ما انت عارفه شغلي. شغلك انت حتى يا اخي ما قلتليش مبروك. مبروك يا حبيبتي. عموما انا خدت اجازه من الشغل وفضيت لك. خلاص بقى هنفرحنا كمان يومين. انا نفسي بصراحه اليومين دول يعدوا بسرعه قوي يا اوفا. هيعدوا حبيبتي، هيعدوا اسبوعين بس. اسبوعين اصبري يا صابرين، هنقضي احلى يومين عسل في التاريخ. يومين عسل؟ قول اسبوع، اسبوعين. اتشي اتشي اوفا اتشي حبيبتي اتشي. لا لا اتشي ايه بس، انا في مكان عام ما ينفعش اتشي هنا، ما ينفعش حبيبتي. انا نفسي اليومين دول يعدوا هوا كده هوا. انتوا حبيبتي احنا صبرنا كتير، ما جاتش يعني على ال سوري يا حبيبتي. ايوه يا فندم سعادتك. امر يا فندم. زومبي اليومين دي اللي زومبي، مش قصدي عليك. حاضر يا فندم، حالا حالا سعادتك، حالا سعادتك هكون عندك. اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل. ما في ايه؟ بص يا حبيبتي، اقسم بالله العظيم لو قلت لي وراك شغل ولا وراك حاجه رؤوف ما هيحصل كويس. يمين على يمينك، ما انت مزعله نفسك كده. اهدي يا صابرين، مش كده. اهدي مش كده، احنا صبرنا كتير يعني. بصي اقول لك على حاجه حبيبتي. بصي اعتبري ان دي اخر مره هتحصل قبل الجواز. اخر الجواز، اخر مره قبل الجواز. خلاص اتشي 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 بقى اتشي بلا زفت حياتي. يا نهار ابيض، بص عدى صاحبه ازاي؟ بس تفتكر ده ليه؟ اسنانه ما قلبتش زي الزومبي. يا ابني اسكت بقى، بخيالك الطفولي ده. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا بابا. ايه اللي رجعك بدري من الجورنال؟ لا انا ما روحش الجورنال، انا كنت بشتري لبس النورهان. لبس ليا انا؟ ما تقلقيش، هيجوا على ماسك. بس يا رب الذوق يعجبك. بجد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ايوه يا هيلو، والعه خالص اهي. طب ايه بقى؟ مفيش حاجه علينا؟ ولا تقلق. ما تخليك مؤدب يا بنت، عيب. انتوا كنتوا بتتفرجوا على ايه؟ على زومبي. مين؟ زومبي. زومبي ايه؟ زومبي وصل عندنا في مصر هنا. ايه الزومبي ده؟ الناس الاموات اللي هم بيتحركوا كده بالمنظر ده. يا نهار اسود، هي القيامه قامت؟ ده بجد يا بابا، لازم حضرتك تشوف الفيديوهات دي. ايه
مدام غادة موجودة؟ أيوة يا فندم. مدام نجلة ازاي حضرتك؟ الأستاذة لجت كل مواعيدها مستنية حضرتك، اتفضلي. هتفضلي بصالي كده كتير؟ ده انت حتى ما عزمتنيش على حاجة أشربها. في إيه غادة؟ أبداً، بطمن عليكي بس بعد سهرة امبارح، لا يكون في إصابة كده ولا كده. بسطتي؟ لا والله، جمال هو اللي ممكن يجاوبك على السؤال ده. لا، ما هو أصل جمال ما يعرفش، أنا وإنتي بس اللي عارفين. هو أنا ما قلتلكيش أصل جمال ما كانش موجود في سهرة امبارح؟ ما كانش موجود؟ أمال مين اللي كان سهران معايا؟ تفتكري شبحه؟ مش شبحه، صاحبه. تتخضيش قوي كده يا حبيبتي، ده أنا برضو ستر وغطى عليكي، ده أنتي الحلة وأنا الغطى. بس بصراحة زعلت منك قوي 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 يا نوجة. إيه الذوق ده؟ بقى جمال حبيبي جوزي يتخان مع عامر؟ كنت استنضفي. مش فاهمة تقصدي إيه. لا 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 يا نوجة عيب، إحنا اتفقنا نبقى شركة حلوين، والشركة الحلوين بيلعبوا مع بعض ما بيتخانقوش، بس برضو ما بيخبوش على بعض حاجة. عايزة إيه يا غادة؟ بتلفي وتدوري على إيه؟ أموت أنا في مربط الفرس. عايزاكي تكتبي لي معرض الموبيليا بيع وشراء، وإلا هبعت اللي صورهولك عامر لجمال، وانتي بقى ما تعرفيش جيمي لو عارف إنه بيتخان ممكن يعمل إيه. هو عامر مصورني فيديو؟ بقى مرت قميص النوم الأحمر دم غزال يا متحني أنت. بس تعرفي أنا زعلانة منك قوي يا نوكا، كنت فاكراكي صاحبتي كده تستخسري فيا قميص النوم. بس يلا معلش، أنا قلبي كبير. عموماً خلي الفلاشة معاكي وتفرجي عليها براحتك، كيس تكوني ناسي حاجة كده ولا كده، وأنا بقى هستنى منك تليفون علشان نخلص إجراءات المعرض بيع وشراء. خدي. مريم في قضية المخدرات دي قالت إنها خدت الكاميرا معاها، وده معناه إنها ممكن تكون صورت اللي حصل. ورسمة المفتاح دي ممكن تكون كانت قصدة بيها أي حاجة. الكلام ده من 2007، يعني ممكن يكون الشخص اللي بتتكلم عنه ده مات أو هاجر أصلاً، وممكن يكون عايش. وبعدين بقى ما تردي يا نوع، هتكون راحت فين يعني؟ بنتك مش هسيبها، لو وصلت لدرجة الخطف هخطفها. يا ستار يا رب. مريم في الأول كانت كاتبة مذكراتها باللغة العامية، جت في آخر جملة كتبتها بالعربية الفصحى إنه حقا طريق الوداع. تقصد إيه؟ مش يمكن مريم تقصد بطريق الوداع ده إنها قررت ما تشتغلش مع المنتج ده تاني؟ أو يمكن ده رمز لطريق موجود فعلا فيه مكان هي مثلا شايلة فيه دليل يدين صدقت. لقيتها يا هلو، لقيتها. طريق الوداع يعني طريق النهاية، ومفيش أي حاجة قريبة من الكلام ده غير طريق نهية. قوم يا ده امشي من هنا، قوم امشي من هنا. ده رعبني كل شوية، رعبني خلاص. أنا في حاجة افتكرتها. إيه هي؟ تحبي تتفرجي على الأفلام؟ طبعاً، كان كل يوم جمعة بيفرجونا على فيلم الدار وإحنا صغيرين، بس بعدين ما بقاش بيحصل. بس كنت بفرح قوي لما بيفرجونا على فيلم من أفلامك، كنت بقعد أتمنظر وسط العيال وأقول لهم إن دي قبل مريم بنت ماما أمال. هو حضرتك اتفرجت على كل الأفلام دي قبل مريم؟ طبعاً، أنا بعشق السينما. الوقت لما بكونش واقفة فيه قدام كاميرا أو بمثل لازم أكون بتفرج على فيلم جديد. كل الأفلام دي حتى لو شفتها بتفرج عليها تاني وتالت ومبزهقش. السينما بالنسبة لي حياة، أغلى حاجتين في حياتي التمثيل. وإيه؟ مفيش. تحبي تفرجي على فيلم فيهم؟ يا ريت.
طب خلاص اختاري فيلم بنفسك. ماشي. انا عايزه اتفرج على ده. لا بلاش ده، خليني اشوفه الاول لوحدي. ورسمه المفتاح جايه جنب جمله طريق الوداع، يبقى الشريط ده هو مفتاح القضيه. الشريط ده نجيبه منين؟ مريم خدته مني وقتها وشالته في درج المكتب. يعني ايه ما ينفعش اجي؟ بس مامي لسه ما رجعتش، ولو جت لقيتنا لوحدنا ممكن تشك في اي حاجه. طب وايه المشكله يعني؟ ما انا باجي وبديكي درس، ولو جت ولقيتني موجود مش هتتضايق خالص على فكره. معلش اقعد انت بس عشان خاطري في اي مكان، وهي اول ما تيجي انا هكلمك على طول. يعني انت عايز انا اقف في الشارع يا منى؟ انا مش فاهم. خلاص براحتك براحتك، تمام هعمل اللي انت عايزه. ولا لقيتي هذا؟ لا. هتكون شايلها فين دي بس؟ المهم انك كويس. بقول لك اللابتوب بتاعي اتسرق. خلاص مش مشكلة، دي حاجة تتعوض يعني. المشكلة مش في تمنه. أمال المشكلة فين؟ في الحاجات اللي عليه. هيكون عليه إيه يعني؟ الشنطة يا ست ايدك يا ست الكل. لو في اي مصلحه تاني احنا في الخدمه، متشغليش دماغك. لو عايزه صاحب الشنطه ذات نفسه يجي متكتف تحت رجلك تعتبريه حصل. لا تمام شكرا جدا. ان شاء الله بينا نهبق. ها يلا. لا خد راحتك. معلش. لا لا انا اسف. لا براحتك اتفضل. Thank you.
بابا. أنا لقيت الكيس ده في الحمام. دي بودرة. نورهان كانت في الحمام قبلي. عبادة أنا عايزك تساعدها من غير ما تسبب أي إحراج ليها. لازم نقف معاها. بابا أنت مش خايف من وجود نورهان دي في البيت؟ أنا مش خايف منها، أنا خايف عليها. معاك حق. طيب أنا ماشي، مش عايز مني حاجة. مع السلامة يا حبيبي. وصلت لحاجة؟ الفيلم اللي مريم صورت جزء منه وتوقف اسمه الحب على شاطئ البحر، ده من إنتاج شركة الصفوة لإنتاج الفني. طب ومش قايلين اسم المنتج؟ ما تذكروش إلا عنوان الشركة بس. طب وهنعمل إيه دلوقتي؟ أيوة زكي، خد العنوان ده، 15 شارع السبيل المهندسين، ده عنوان شركة الصفوة للإنتاج الفني، عايز اعرف اسم صاحبها وساكن فين. يلا. لازم نرجع للشقة مريم. انا عرفت هي مخبية الفيلم فين. برضو مفيش. مريم ليها مكتب تاني في حي الزهور؟ أول مرة أسمع إن عندها مكتب تاني. أنا متهيألي إن الزهور اللي رسمتها مريم رمز الحي الزهور اللي فيه مكتبها. الشريط اللي إحنا بندور عليه أكيد هناك. أيوة زكي، عملت إيه؟ أنا رحت العنوان بس أنا عايز أتأكد، هي الشركة اسمها التقوى ولا الصفوة؟ الصفوة يا زكي، الصفوة. ايوه بس العنوان ده اللي موجود فيه الشركه اسمها التقوى للسياحه. سياحه ازاي؟ اه والله زي ما بقولك. طب ما سالتش حد جوه؟ لا ما هي كده كده قافله، بس انا من النجمه هيلاقوني في خليتهم، هستفسر عن كل حاجه وابلغك. طب لو وصلت لاي معلومه منهم تبلغها لي على طول. ماشي يا عالمي. ماشي. انا عايزكم تاخدوا بالكم كويس قوي، الفلكه دي لو مشيت المصلحه هتبقى للكل. ما تقلقش يا كبير، كل حاجة هتمشي زي ما انت قلت بالظبط. تمام، أهم حاجة كل حاجة تمشي بعيد عن الديسكو، أنا مش عايز مشاكل، كفاية اللي حصل امبارح. طيروا. We'll be right back.
معانا بيقول زيادة عدد حالات الهياج اللي بتشبه الزومبي وده نتيجة أثر تعاطي مخدر الفلاكة. سيادة الوزير كلمني 6 مرات قلقان جدا من اللي حصل، والإعلام بيتهمنا بالتقصير. سعادتك المعلومات اللي احنا جمعناها بتقول ان اللي حصل ده حصل في ديسكو في نطاق محافظة الجيزة. الواد اللي طلع في الفيديو اسمه رامي الشاهين، ابوه بيشتغل مهندس بترول وعايش في الكويت، يعني الواد قاعد هنا لوحده. الواد ده مدمن المخدرات بقاله 3 سنين. عايزك تتابع للديسكو ده، تعرف علاقته بالحادث ومين اللي بينزل حبوب الفلاكة ومسؤول عن توزيعها. سعادتك دي نفس الحبوب اللي لقيناها في بيت ابو مصعب، معنى كده ان احنا لو قبضنا عليه ممكن نحصرها قبل ما يوزعها على بيت التجار وتنزل السوق. طيب عايز تخليها على الناس دي، الحادثه عامله رعب للكل، الشعاب بتزيد، واحنا من الاخر مسؤولين عن حمايه ارواح الناس. اوامر يا فندم، اوامر. معليك، ده تقرير عن حادثه الفلاكه. صاحب الديسكو اسمه مهاب طلعت، ابوه يبقى طلعت الملاح عضو بالبرلمان. زياد سيب لي الملف ده وانت استناني برا لحد ما اخلص الاجتماع. معليك، مش هحضر الاجتماع معاك. زياد استناني برا لحد ما اخلص الاجتماع. اتفضل. رؤوف، ادرس الملف ده، تابع لي كل المشتبه فيهم عشان نلحق المشكله من اولها. مالك يا رؤوف؟ انا فرحي بكره بالليل يا فندم. هعمل الكلام ده امتى؟ فرح ايه اللي بكره؟ انت لسه ما اتجوزتش يا فندم. لسه يا فندم، ربنا ان شاء الله اذن بكره. ان شاء الله يزن. بسيطه، ادرس الملف بالنهار، تلبس بدلتك وتتجوز بالليل. هو الفرح ايه غير بدله؟ اوامر يا فندم، اوامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا كنت مسافر بره ولسه راجع من اسبوع، وبدور على واحد صاحبي اسمه هيثم. هو كان شغال هنا في شركه الانتاج. لا حضرتك، دي شركه التقوى للسياحه. غريبه، دي كانت شركه انتاج. لا، شركه الانتاج قفلت، والشقه دي اشتراها الحاج طلعت الملاح وعملها مقرر شركته. الله يرحمه. نعم. لا لا، انا اسف، انا اسف. ترى انت فين يا هيثم عالمي؟ طبعا انت عارف يا زاد ان شغلنا في الجهاز ما ينفعش فيه الغلط، لان الغلطه فيه فوره. تقصد ايه معاليك؟ اقصد ان يوصل بيك الامر انك تتخانق في الشارع، تخطف مواطن تطلع بيه على الاسم، وتهددهم بسلطتك. واضح ان الموضوع وصل معاليك غلط. الموضوع مش اكتر من مشاده بيني وبين واحد اتعرض لي في الشارع. انت اللي اتعرضت لطريقتك نهى. لو منظور كلمني واشتكالي، وانا قلت دي امور شخصيه بلاش اتدخل فيها، لكن انك تطلع مسدسك وترهب المواطنين. هو رؤوف لحق يبلغ معاليك؟ بالعكس، انا ليه حساب مع رؤوف لانه ما بلغنيش. ولازم تفهم يا حضره الضابط، شغلان في الجهاز ان كل ضابط فيكم معاه 5 6 بيكتبوا عنه تقارير وخط سيره. ولا نسيت حضره الضابط انك كنت بتكتب تقارير وخط سير زمايلك؟ معليك، انا كنت بنفذ تعليمات العميد طارق. وانا بنفذ القانون، انت بتحاول للتحقيق. خد اي حاجه ليك في المكتب، لان لو التحقيق جه لصالحك انا ارفض ان ضابط زيك يكون عندي في الجهاز. اتفضل. بقولك ايه لو سمحت؟ امرني. ممكن حضرتك تلف لي البوكيه ده؟ ذوق حضرتك حلو قوي على فكره. بقولك لو سمحت. امرني يا فندم. ممكن تلف لي البوكيه في الجورنال ده؟ في الجورنال؟ ذوق حضرتك غريب جدا. اصل انا حدي البوكيه لواحده صحفيه، فعايز يعني اعمل فكره مختلفه. ده فكره جميله قوي. يعني ذوق حضرتي تمام اهو. ذوق حضرتك تمام جدا كمان. اي خدمه عالمي. اصل وهو صغير كان نفسه يطلع حرام، بس الظروف بقى ما ساعدتوش. هو انت ما عندكش دم؟ من ساعة اللي حصل آخر مرة وبرضه ما حرمتش؟ أنا جاي أبارك لك النجاح.
وعايز كمان اقول لك اني مبسوط، بقيت اشوف مقالاتك على الصفحه الاولى. وانا مش عايزاك تبارك لي يا اخي، وتفضل امشي من هنا دلوقتي. انا جاي اعمل واجب معاكي وانت تعامليني بالشكل ده؟ يا نهى، يا نهى انا اتغيرت. في ايه تاني يا زاد بيه؟ جاي اتكلم معاها كلمتين. ايوه بس نهى دلوقتي عندها شغل. جرى ايه يا استاذ فراس؟ قلت لك جاي اتكلم معاها كلمتين على انفراد وماشي. نهى خلصي مع الباشا بسرعه وتعالي لي مكتبي عشان عايزك. نهى انا مش جاي عشان اتخانق معاكي، انا جاي عشان نتكلم في هدوء. احنا ما فيش بينا كلام اصلا، ولو ما مشيتش هتقولي بقى من نفسك. ايه اللي انت فيها دي؟ نزل ايدك. ابعد عني. اوعى امشي. اوعى ابعد. ايه انت فاكر نفسك ايه؟ ابعد عني. ايه في ايه؟ امشي من هنا دلوقتي. بس امشي من هنا دلوقتي. ابعد عني. انت مش عايزه بيك. اتفضل بقى، اتفضل بعد اذنك. ما ترجعش هنا تاني. بس يا دكتور ابعد عني. ابعد عني. مش خليه ابعد عني. خليه ابعد عني. خليه ابعد عني. مش عايزه اشوفه تاني. مش عايزه اشوفه تاني. روح روح. الفيديو ده ما فيهوش اي ادله تصدات، وشه ما ظهرش خالص. لا ما في فيديو تاني. طب شغاله مستني ايه؟ وقف الفيديو، رجع شوية كده. ده هو ده طلعت أبو وهاب. الفيديوهات دي مش كافية لإدانة طلعت أو صدات. بس دي نفس شنطة المخدرات اللي كانت موجودة في الفيديو التاني. أيوة دي الشنطة اللي شايفينه الشنطة، بس مش شايفين مخدرات. مفيش غير طلعت ومهاب هما اللي هيوصلونا لصدات. أنا كنت ما صدقت إن البنت ابتدت تنسى القرف اللي كانت عايشة فيه، هي حالتها النفسية بقت أسوأ دلوقتي بسبب البني آدم ده. معلش، إن شاء الله زي ما طلعت من أزمتها الأولانية هتطلع من دي برضه. إزاي بس؟ حالتها النفسية بقت أسوأ جدا. اللي حصل لنهى ده بداية انهيار عصبي، وده سهل التعامل معاه. المهم دلوقتي نشوف حل اللي اسمه زياد ده. لا، زياد ده لازم يوقف عند حده. Thank you.
يلا بنت طيري من هنا. بقول لك مش قادره، دي اي حاجه وهبقى اجيب لك الفلوس. ما فلوس يا بنت اللي انا عايزها من واحده زيك. انت نسيتي نفسك ولا روح امك؟ انت مش نططت على المكان اللي اكلك وعمل منك بني ادمه؟ جالي دلوقتي. طب والنبي تذكره واحده، تذكره واحده مش هتشوف وشي تاني. انا اصلا مش عايز اشوف وشك اولاني. طب على فكره بقى، في واحد بيدور وراك ومسك عليك ودليله هيوديكوا في 60 داهيه. واحد مين؟ ودليل ايه اللي ماسكه علينا؟ اديني التذكره الاول هقول لك على كل حاجه. تذكره اهي، مفيش تذكره لما تقولي التذكره الاول. بكرة الصبح الدليل هيبقى عندك. صباح الخير. صباح النور. ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ مفيش، قلت اتمشى شويه. الحاجات اللي انت مخبيها وراكي دي هي الدليل اللي هتخليني اجيب حق والدتك، بس انا مش همنعك، براحتك. انا اسفه بس غصب عني. انت لازم تتعالجي وانا عارف جنبك لغايه ما تبقي كويس. مين قال ان انا مش عايزه اتعالج؟ وحضرتك فاكر ان انا مبسوطه باللي انا فيه، بس انا مش عايزه حد يشيل هم، والنبي سيبني امشي. نوران، انا عارف ان صعب جدا انك تبطلي، بس احنا كلنا هنقف معاكي. بس بس حبيبتي، بس بس عيطي عيطي حبيبتي. انت بوظتي لي البيجاما. برافو يا جماعه، بروفه هايله. انا ماجد زيدان، رجل اعمال وصاحب اكبر شركه تنظيم حفلات في الشرق الاوسط. اهلا استاذ ماجد. الحمد لله ان الغنينه عجبت حضرتك. عجبتني جدا بصراحه. انا كان ليا صديق اتفرج عليكم مره، هو اللي قال لي لازم اجي اتفرج عليكم. استمتعت جدا بيكم واتبسطت، بس للاسف دي الوقت انا مش هقدر احضر معكم الحفله، بس اكتفيت باللي شفته، انبسطت جدا بصراحه. الحمد لله ان غنينا عجبت حضرتك، يعني احنا نفسنا نوصل لكل الناس ونفسنا الناس كلها تسمعنا. لا ده حقكم، وعشان كده انا بعرض عليكم امضي معاكم سنه وست حفلات في الدول العربيه. يلا جدا. المهم البطل بتاعنا وافق عزيز ولا رأي؟ انا وافق، وافق طبعا. تمام، يبقى هتعدوا عليا بعد بكره في المكتب ونمضي العقود. زيزو. يلا يا جماعه العربيه بسرعه، لازم نحاول اقرب مستشفى. ايه اللي حصل؟ احنا كنا قاعدين بنتكلم مع بعض عادي، وفجاه لقيته وقع من طوله، اصله ما كانش واكل حاجه من الصبح. واول حاجه عملتها اتصلت بيك، واتصلت بوالدته من تليفونه. طمنا يا دكتور، حالته عامله ايه دلوقتي؟ مجرد هبوط بس، والصبح هيبقى كويس. يعني هو لازم يبات؟ الافضل ان هو يستنى هنا النهارده لحد بس ما نطمن انه بقى كويس. بعد اذنك. اتفضل. عز، عز مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ طمني طمني، مفيش اي حاجه، هيبقى كويس. هو بس اصله ما فطرش كويس ونزل عمل مجهود، وانا هبات معاه هنا. تبات معاه؟ انا اللي هبات معاه. انت ليه عايز تحسسني اني مش امه؟ خلاص يا عم هلال، انا هبات معانا. ومعز؟ ومعز ودي ايه دي كمان؟ طبعا
تلاقيكي واحده من اللي مضيع وقت معاهم في المزيكا وكلام الفاضي. يلا يا ماما يلا شوفي وراكي ايه. تعالي معايا انا هوصلك. انا تعالي معايا. ام عز ايه يا مش امه؟ أهو أستاذ هلال. عملت إيه يا زكي؟ طلعت الملاح دخل الفيلا بتاعت صلاح ضاحي وقاله بتاع نص ساعة. صلاح ضاحي؟ آه ده راجل الأعمال بتاع السياحة. أنت متأكد من الكلام ده؟ آه والله، اليافطة قدامي أهي. صلاح ضاحي، صدق. اسمع زكي، أنا هروح البيت أجيب الشريط اللي عليه الفيديو، وأنت سبقني على شقة منظور. سلام عالمي. ها؟ بتشرب ايه يا عماد؟ لا ولا اي حاجة، انا جاي اطمن على نهى ونازل على طول. ايوه تطمن، بس هتشرب حاجة؟ هتشرب النسكافيه بتاعي تخصصي، مفهوم؟ ماشي. هتشربه غصب عنك، هي المسألة مش بمزاجك. انا مش هيشرب نسكافيه. ها اتفضل. الحمد لله انت بقيتي احسن دلوقتي. الحمد لله. بصي بقى، انا هكتب لك على ادويه هتريحك جدا، بس مش عايزك تفكري في اي حاجه بقى تعمل لود على اعصابك. ما كانش لازم تسيب شغلك وتتعب نفسك. لا ما انا بحب التعب عادي، وبعدين انا ما جيتش هنا من فراغ. اقصد يعني ان بابا موصين عليك. استاذ هلال ده دايما بيفكر في حل مشاكل كل الناس اللي حواليه، بصراحه انا بحسدك عليه. بابا ده اهم حد في حياتي. طب وابنك؟ ماله؟ أنا أسفة إني بسألك في حاجة شخصية يعني، بس كان أستاذ هلال كان حكالي يعني حاجات عنك. لا مفيش حاجة، ماضو ده أحلى حاجة حصلت لي في حياتي، بس هي مامته تفكيرها غريب، شايفة إن أي بلد عربي يبقى مكان للإرهاب. اتخانقنا كتير بسبب الموضوع ده، وفي الآخر خيرتني أسيب مصر وأسافر مع روسيا. أنا انفصل. وسبتوا بعض؟ بالظبط، حياتي كلها هنا. ده زي بالظبط ما يكون أستاذ هلال هو اللي بيتكلم قدامي. أنت عارفة إيه بقى أكتر حاجة مضايقاني في اللي حصل لك ده؟ إيه؟ إن أنا يوم ما أفكر أعمل لك حاجة عشان تبسطك وأروح أجيب الجورنال اللي فيه المقال بتاعك وألف بيه الورد، يحصل لك كده في الآخر. ورد؟ آه، وجورنال كمان. مسدس حضرتك؟ مسدس؟ اه انا اسف جدا، الظاهر ان انا دخلت غلط. اه هو في ايه بالظبط؟ تعالى. انا؟ تعالى، في واحد حبيبك عايز يكلمك. حبيبي انا؟ انا صلاح ضاحي، صداد اللي انت بتدور عليه. عايز ايه؟ أنا مش عايز، أنت اللي عايز. هفيدك زيزو تحت عينينا، والدكتور اللي أنت شفته في المستشفى تبعنا. على فكرة هو ما جالوش هبوط ولا حاجة، هو خد جرعة تقيلة شوية من الكوكايثيلين. الجرعة دي بتفقده الوعي شوية، والجرعة التانية خدها قدامك في المستشفى. الجرعة دي بتجيب هبوط في الدورة الدموية، وفي جرعة تالتة المفروض هياخدها بعد ساعة. قدامك حل من الاتنين، يا تلحقه يا ما تلحقوش. تعالى تعالى. حاضر 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 يا حبيبتي. حاضر حاضر. مش مهم مش مهم. صابرين ايه يا صابرين؟ ده ايه ده؟ بالراحة بالراحة. لا بقولك ايه، في حاجتين لازم نتفق عليهم عشان ربنا يكرمنا في الجوازة دي. اتفضلي. اولا الحمد لله ان احنا اتجوزنا وبقينا في شقتنا الجميله. طب وتاني حاجه؟ مش عايزه اسمع منك كلمه خلينا صابرين يا صابرين دي تاني خالص، ممكن؟ حاضر يا حبيبتي. حاضر حاضر يلا. حاضر حاضر. ايه اقلع. حاضر يا صابرين بالراحه. اقلع. حاضر بس بالراحه بالراحه، ما تاخدنيش على الحامي كده. بص هخش بس اغير هدومي واخد دش. طب خلاص 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 يا ستي، مش عايزين نكد، احنا مصدقنا يتقفل علينا باب واحد. بص يا حبيبتي، انت تخشي دلوقتي تقلعي
تقلعي قصدي تقلعي يعني وتاخدي دش وتجهزي عشان استعجلتي ليه كده؟ فاهم فاهم. لو الشخص اللي انت هتكلمه حس بأي حاجة قول على نفسك الرحمن الرحيم، طب لو اجيب الشريف بأسرع وقت. ايوه زكي. الو عالمي. كلم ابني الكبير. ابنك الكبير مين؟ ابني الكبير، خليه يجيب شريط الفيديو اللي انا اديتهول. شريط ايه؟ ما الشريط معاك يا ابني. شريط الفيديو بتاع صلاح اللي فيه دليل المخدرات. طيب ثواني ثواني ثانية واحدة. طيب خليك معايا. خد الرقم عندي. زيرو. ايوه. اتنينات. تمام خلاص كتبته. يلا بسرعة كلمه وخليك وراه لغاية ما يرد. سلام. استاذ هلال ما عندوش غير ابن واحد بس عماد. الموضوع كده شكله يقلق بصراحة. الو الو لا مؤاخذه، هو حضرتك مين؟ انت اهبل؟ انت بتكلمني في انصاص الليالي عشان تسالني انا مين؟ اه صح. طب معلش يعني انا اسف. انت تعرف استاذ هلال كامل الصحفي؟ ماله الاستاذ هلال كامل؟ اصل هو لسه مكلمني بصراحه وكانت مكالمه مقلقه قوي. يعني انت قلقت؟ فانت بتقلقني النهارده. ايه الموضوع؟ اصل استاذ هلال اداني رقمك على اساس ان انت ابنه الكبير وهو ما عندوش غير ابن واحد، وبعدين قال لي ابلغك ان انت تجيب معاك الشريط اللي فيه دليل المخدرات. شريط؟ الشريط بتاع صلاح ضاحي. مخدرات صلاح ضاحي؟ انت فين؟ انا عند فيلا صلاح ضاحي. طيب ما تتحركش من عندك، انا جاي لك حالا. طب انت ما قلتليش انت مين؟ طيب منه شريط ودخله. ايه ايه؟ تعور نفسك كده يا حبيبي؟ ليه كده؟ خلاص زيزو يلا نلحق زيزو. ايوه صلاح بيه كده المهله عدت، هنعمل ايه؟ استنى شويه لغايه ما مهاب يكلمنا ويطمنا ان الشريط بقى معاه وفي امان. اوامر حضرتك. ايوه يا حاج، شريط الفيديو معايا، 10 دقايق وابعت لكم. مهاب استلم الشريط كده الدنيا امان، على الله ما يكونش اتعمل منه نسخه تانية ولا تانية ولا تالتة كده. احنا ايه في ايه؟ اتفضلوا معانا. انا طلعت الملاح عضو مجلس النواب. يبقى شوف الكلام ده بعدين. هتوه
الحمد لله على السلامة يا زيزو. الله يسلمك يا هلو. ايه عجبتك القعدة هنا؟ يلا عشان نروح. يروح معاك على فين؟ هو مين كان اصلا السبب في كل اللي حصل له ده؟ ايه بغادة، زيزو حفيدي يعني حتة مني وبخاف عليه اكتر منك. خلاص خليك انت مع غادة. انا اسف يا استاذ هلال، بس هو الحقيقة بيتك ما بقاش امان ولا ليك ولا لزيزو. ابني هيخرج من هنا على بيته، مش هيروح في حتة تانية. ماما انا مش هسيب جده لوحدي، ولو عايزين نرجع البيت خلاص هلو يجي معايا. لا بس انا ما برتاحش غير في بيت يا زيزو. انا بيتهيالي بيت الاستاذ غاده هيبقى امن، على الاقل بيتها عليه حراسه. ايه رعاه فين؟ مش هتفطري معانا؟ لا انا عندي جلسه مهمه في المحكمه. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي، يلا افطر. تعالى افطر. لا مش هقدر افطر، انا متاخر عندي شغل، يا دوبك افطر هناك. خدني معاك في طريقك. سلام. هما كده على طول؟ سيب كل واحد براحته يا جدو، انا كمان ماليش نفس، انا هطلع. طلع فين؟ انت مش عندك مدرسه؟ مش هروح، تعبانه عايزه انام. فكك يا هلو فكك، حش ضعب التاني هلو. على رأيك، ده انت من اول ما قمت من النوم الصبح عينك ما اتشالتش من على الموبايل. ما انا بلعب كلاش اوف كلانز. تلعب ايه؟ كلاش اوف كلانز. هخلص ونفطر سوا على طول. لا انا نفسي استردت، مش هفطر. ليه؟ انا بعد ما سمعت الفيسك كلانت ده وانا ماليش نفس. فيش كلاس ايه؟ خلاص خلاص. قلت لي ايه؟ هقفلها. بتقول ايه كلاسيك ايه؟ كلاش اوف كلانز. كلاسيك كلاند ايه؟ بحترم نفسك وانت بتكلم جدك، انا ما اتقاليش ابدا الكلمه دي، فاهم؟ حاضر همسحها والله. كلافيس فانكس. خلاص بقى يا صابرين ما تكبريش الموضوع يا حبيبتي. لا الموضوع كبير وكبير قوي كمان يا رؤوف. يا حبيبتي ما انا قلت لك ان كان عندي شغل مهم وما كانش ينفع، ما كانش ينفع اقعد، كان لازم انزل. في حد يسيب مراتي يوم ليله تخرج لوحدها وينزل؟ معلش يا حبيبتي انا اسف. على فكره امك وحماتك زمانهم جايين وهيسالوا ايه الاخبار. قول بقى ان انت خايف على منظرك قدامهم. طبعا هقول لهم الحقيقه، هقول لهم ان انت هربت وسبتني في اكتر لحظه كنت مستنيها في حياتي. معلش يا حبيبتي، معلش معلش، عديها لي المره دي وخليكي جدعه، خليكي جدعه يا صابرين. معلش انا مش جدعه، انا مش جدعه يا رؤوف. انت كل اللي خايف على منظرك قدام ماما، لكن مش هما قلبي اللي انجرح. سلامته يا حبيبتي، سلامة قلبك يا حبيبتي اللي انجرح، سلامته. بس يا حبيبتي عايز اقولك على حاجة، منظر الراجل من منظر مراته، وانا ما يخلصنيش ان منظر مراتي يبقى وحش. سنة 98 بدأت تنزل أخبار عني وعن شهادتي، وبعض الجرايد هجمتني لأني معايا دبلوم وما كملتش تعليمي، واني مش معايا الشهادة اللي تخليني أكون فنانة وممثلة. وبدأت هوجم الصحفيين عليا، وكانوا بيطردوني في كل مكان، في البيت والاستوديو والمسرح. بقيت بهرب من الصحفيين طول الوقت، وقطعت اللقاءات والحوارات الصحفية لفترة، وكنت وقتها بعرض مسرحية شقاوة بنات. ساعتها قدرت اخلص من زنه عليا، وبقى معايا دليل تزويره. سنة 2008 جت لي دعوة لحضور حفل مسرحي لمجموعة مدارس أجنبية في مصر، واتفاجئت بكاف ألف من المدعوين، واتنادى على اسمه بأنه منصب كبير في مديرية التعليم بالجيزة، ولقيته بقى دكتور. واستغربت جدا ازاي مزور زي ده ومعاه دبلوم يبقى في مركز حساس زي ده. بالعلم ننير سماء الكون. وعرفت انه هو اللي دعاني للحفلة. ما كانتش مجرد دعوة الحفلة، دي كانت دعوة للجواز للمرة التانية. ومن خلال دردشتي معاه عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. لازم تكوني عايزه تبطلي فعلا من جواكي، ما تشيليش هم العلاج، اهم حاجه تكوني قد القرار. انا الفتره اللي فاتت دي كنت كارهه حياتي باللي فيها،
ده اللي خلاني اضرب الزفت ده. بعد كده لما شفت استاذ هلال وشفت طيبته وحنيته عرفت يعني ايه اب، يعني ايه تحس انك عايش. عشان كده انا نفسي ابطل وارجع بني ادم طبيعي. يبقى لازم نبدا من دلوقتي. انا خلصت لك خلاص اجراءات الدخول وهتابع حالتك بنفسي. شكلك كده داخل على قضية جديدة ومحتاس فيها من غيري. بدور على واحد اسمه كاف ألف، شغال في مديرية التربية والتعليم في الجيزة. عايز أعرف اسمه ومنصبه. بسيط، مع فاف أختي شغالة هناك، أسألها. هوبا، لقاء العمالقة. بقول لك يا زكي، ما تعرفش حد بيكتب في الفن؟ صحفي، مصور؟ ده أنا أعرف الفن نفسه. طيب، أنا عايز أعرف عناوين دول. نعيمة السلطان، ليلى الشناوي، ريهام شفيق، وعايزك تجيب لي مين فيهم بالظبط اللي واخده دكتوراه. بس احنا كده مش محتاجين صحفي، احنا كده محتاجين ريجيسير. وده نجيبه منين؟ هو مفيش غيره، عم نشأت ابو عمر ده معاه عناوين وارقام ممثلات مصر كلهم. اديني انت بس ساعتين زمن وانا اجيب لك خبرهم. تجيب لي خبرهم؟ انا مش عايز اموتهم، انا عايز عناوينهم. خلاص انا اجيب عناوينهم وبقى انت اجيب خبرهم. احنا نعمل ايه في الكارثه دي؟ وهنجيب الفلوس للراجل ازاي؟ بص بقى، كل ده اصل حصل بسببك انت، انت اللي خليتني اعمل كل ده وصورت كل الفيديو كله كبنا. منى انا ما ضربتكيش على ايدك. وبعدين احنا مش هنقعد نلوم في بعض. خلينا نفكر احسن. بص انا خلاص ما بقتش عارفه افكر، انا اصلا اهلي لو عرفوا هتبقى كارثه. اموت واعرف جاب ارقامنا منين. يعني انا رقمي سهل، انما جاب رقمك انت ازاي؟ وليه ما هديتش بنت تانية من البنات؟ اشمعنى انت؟ هو انت عملت كده مع بنات غيري؟ هو انت ايه يا اخي؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ هو ده يعني اللي انت بتفكري فيه؟ حبيت اساعدك في التفكير، يعني كصديقة، فبعتلك الفيديو ده. هتتنازلي عن المعرض امتى؟ كل حاجة هتتحل. أعرف بس مين ابن الجزمة. حبيت أساعدك في التفكير، يعني كصديقة، فبعتلك الفيديو ده. هتتنازلي عن المعرض إمتى؟ المفاتيح ضاعت مني فغيرت كلمة. خلاص ما تبيش تنسي بقى تعملي لي نسخة. حاضر. في ايه مالك؟ لا مفيش، عندي مشكلة في الشغل. طيب ماشي، حطي لي الأكل بعد ما أغير هدومي. Thank you.
رايح فين؟ لازم اخرج دلوقتي حالا. انت وعدتي دكتور عماد انك هتتعالجي. اخرج تعورني. مش هينفع تخرجي. انا ما حدش هيبني عليك. هاتوها. اوعي. اقطع سرير. اوعي. أنا مش فاهمة منك أي حاجة يا دراز. بتكلمني بالألغاز. إيه واحد في منصب كبير بيشتغل معانا هنا في المديرية وأول حروف من اسمه كاف ألف. إيه فزورة؟ ولا فزورة ولا حاجة يا عفاف. طيب بتسأل عليه ليه؟ الراجل ده ليه قضية قديمة ومشي وبطال ولازم نفضحه. طب ولما تحصله إن شاء الله وتفضحه أنت هتستفيد إيه؟ إيه اللي هستفيد إيه؟ خبطة صحفية جديدة للجريدة طبعا. قلتلي. وانا اللي كنت فاهمة انك انت تعلمت من الهلال انك انت بتحارب الناس دول، لكن مفيش فايدة. اهم حاجة عندك الجريدة والنشر وبس، ومصلحة اختك مش حاططها في حسابك ابدا. المهم يا عفاف تعرفيه ولا لا؟ طيب مفيش تفاصيل تانية عنه؟ والله كل اللي اعرفه انه شخص وصولي وكان بيزور شهادات. استنى، كان في واحد بيشتغل معنا هنا اسمه كمال اكرامي. اكرامي مش ده حارس مرمى الاهلي؟ تصدق بالله انا غلطان اني بساعدك. ايش جاب اكرامي لاكرامي ده؟ طب خلاص خلاص قولي لي بس تعرفي ايه عنه. اعرف انه انسان سمعته زي الزفت والحمد لله يا رب غار وراح في 60 داهيه. اكيد اترفض، بس انا هلاقيه فين دلوقتي؟ رفض ايه؟ قلبك ابيض. رقوه مسكوه إدارة البعثات في وزارة التربية والتعليم. وعشان سمعته وحشة يرقوه. وده مكانه فين؟ في اليابان. اليابان؟ بيعمل ايه في اليابان؟ مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ماما. ألف مبروك يا دناوي. مبروك يا حبيبتي. ايه ده مالك؟ شكلك مش مريحني دبلانة كده ليه؟ لا عادي ولا حاجة. ايه ده بلانا ازاي بقى؟ ده صابرين حبيبة قلبي ضحكتها كانت مسمعة الشوارع اللي حوالينا كلها قبل ما حضراتكم تشرف. لا عادي، ما هي معروفة اول ما بتبدأ بضحك يبقى لازم تنتهي بغم. عسل حماتي. عسل اسود يا جوز بنتي. طمنيني عملتوا ايه؟ ما عملناش حاجة. يا نسبتي؟ ايه ايه يا نسبتي؟ ولا حاجة ازاي؟ لا ايه نسبتي دي في ايه؟ لا 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 مفيش حاجة ولا حاجة ازاي بقى؟ احنا ما سبناش حاجة ما عملناهاش. صابرين حبيبتي ما قصدها ما سبناش حاجة ما عملناهاش. يا سلام كده طمنت قلبي يا حبيبي. علمتها رماية الطبنجة 9 مللي؟ علمتها ازاي تقبض على مجرمين؟ علمتها ركوب الخيل؟ ركوب الخيل ده احنا كنا دلوقتي قبل ما انتوا تشرفوا كنا احنا هنا رهوان. ده احنا وقفنا بس لما حضراتكم شرفتوا خدنا بريك. احنا اصلا في بريك من امبارح. ايه بتهزر صابرين حبيبتي بتهزر. هو في ايه؟ هي البنت كل ما تيجي تقول كلمه تنط بقها وتسكتها ليه؟ ها وما بينا يا صابرين يا حبيبتي علشان انا عايزه اعرف ايه اللي حصل. اصل فار بدا يلعب في عبي وعايزه اطمن بقى. بلاش لسه الفار ينط على هنا. كلمني هو في ايه؟ حصل حاجه؟ ما هو الحكايه انه ما حصلش اي حاجه. يا نهار اسود وحشه. ما حصلش اي حاجه وحشه. كده طمنت قلبي حبيبي. بابي يا من عايزه حاجه؟ انا كنت عايزه موبايل جديد وشويه هدوم كده. شويه هدوم ماشي، بس الموبايل اللي معاكي ما هو جديد. لا ما اصل كل اصحابي كل معاهم ايفون اكس. ماشي يا ستي. خد يا من. ثانك يو بابي. ايه ده جمال؟ يا حبيبتي فلوس عشان تشتري هدوم جديده وموبايل جديد. في حد يدي بنت في ايدها مبلغ زي ده؟ انا هاخد الفلوس دي وابقى اجيب لها اللي هي عايزاه. يعني كاف الف طلع اسمه كمال اكرامي.
سافر اليابان في بعثة تعليمية عشان يتعلموا هناك نظام تعليمي جديد بتطبقه اليابان اسمه التوكاتسو. المفروض ان هم يجوا يطبقوه هنا في 212 مدرسة هتبنيها اليابان هنا في مصر على حسابها. طب وهو ايه اللي طلعوا حاجة زي كده؟ المفروض انه كادر اداري. يعني هي جت عليه هو اهلال ده كل اللي سافروا معاه في البعثة اداريين في وزارة التربية والتعليم. مش كده وبس، دول كملوا العدد بقرايبهم كمان على اساس انهم مدرسين. يعني راحوا يتفسحوا شويه ويفكوا عن نفسهم على حساب الدوله. ربنا يستر بس وما يتفشوش في اليابان ويتعرف انهم مش مدرسين، هتبقى فضيحه. يعني فرصه وجت لينا ان احنا نعلم المدرسين بتوعنا نظام جديد ينفع الطلاب، نقوم نضيعها من ايدينا عشان هو واصحابه يروحوا يتفسحوا. بس في حاجه يا هلال، انت قلت لي ان كاف الف ده معاه دكتوراه، عفاف اختي قالت لي ان كمال اكرامي ده لا دكتور ولا حاجه. جبت لك اخبارهم عالمي. طب كويس، استنى لما اكتب وراك. ليلى الشناوي هجرت بره مصر من سنين. ونعيمه؟ لا لا مفيش حد بالاسم ده، الشيخه ريهام شفيق. شيخه ايه؟ دي ممثله. لا ما هي اعتزلت اعلامي وبقت داعيه. تغيير مهنه يعني. يبقى اكيد هي دي الدكتوره. لا لا الدكتوره دي ليلى الشناوي اللي هجرت. هجرت. وده حصل لها ازاي؟ دي صوره للولاد بتوع السايبر اللي بيسربوا الامتحانات. عمل لي نشره بيها. احنا بندور على النت والفيسبوك والسوشيال ميديا للولاد اللي في السن دوت، وفي خلال ساعات هنقدر نجيبهم. الامتحان بعد بكره، يعني العيال دي لازم نوصل لها قبل الامتحان. تمام يا فندم. ريهام شفيق طلعت داعيه مش دكتوره زي ما هو مكتوب في مذكرات مريم. ليلى الشناوي دي اللي معايا دكتوراه وده هجرت لامريكا. بس لو جبنا الايميل بتاعها هنعرف نتواصل معاها ونكلمها على النت. يبقى انا لازم اوصل لريهام شفيق. بعد ما بابي وافق واديني الفلوس مامي جت وخدتهم مني، فما عرفتش اعمل ايه. يا سيدي انا حتى فكرت ابيع الموبايل واللابتوب بتوعي واقول لها يا سيدي ان هم اتسرقوا، بس دول مش هيجيبوا لي اكتر من 20,000 جنيه. انا كمان ما عرفتش اتصرف في المبلغ. طب وبعدين يعني؟ يا منى اتصرفي. اتصرفي يا منى. ان شاء الله حتى تسرقيهم. اسرق؟ هنعمل ايه يعني؟ انت مش شايفه التهديد؟ اليومين دول بقينا ننام ونصحى على العاب شيطانيه مصحوبه بحملات اعلاميه هدفها انهم يخرجوا المراه من بيتها علشان تختلط بالرجاله تحت اي شعار. عايزين يخلونا ننسى حيائنا ونقلع حجابنا. شيخه ريهام في ناس عايزينك بره. نزلوا النقاب يا فتيات. ما يصحش تتكشفوا على رجاله. انتوا مين؟ انا اللواء مندور شكري. يا اهلا وسهلا، ارفعوا النقاب يا بنات انهم من اهل الدار. تفضلوا تفضلوا. قوموا انتوا يا بنات قوموا. تفضلوا يا اهلا. انا قلت ايه خلاهم يعملوا كده؟ انا كنت جاي اسالك. سعادتكم تسالوا براحتكم وانا اجاوب، بس يا ريت تستنوني اخرج البنات عشان نتكلم براحتنا. روحوا انتوا يا بنات، الدرس خلص. يلا مع السلامة. أنا كنت لسه مجهزة تقارير سرية عن الأخوات وكنت هقدمه بكرة للواء بكر. مش سعادتك زميل اللواء بكر؟ لا احنا جايين في موضوع تاني الحقيقة. انتوا مين؟ أنا هلال كامل الصحفي. كنا جايين نسأل عن ممثلة كانت معاكي في مسرحية شقاوة بنات. لو سمحت أنا اعتزلت الفن من زمان وتبت إلى الله. استغفر الله. وحد قالك تعملي حاجة حرام؟ جاوبي على قد السؤال. أنا ما قلتش حاجة سعادتك. بالراحة يا سيادة اللواء، بالراحة بالراحة. أنا كنت جاي أدور في سر انتحار مريم رياض. الله يرحمها. وعايزك تساعدينا. أساعدكوا إزاي؟ كان في ممثلة معاكوا في العرض كانت متجوزة عرفي ومعاها دكتوراه. ما اعرفش قصدك على مين، بس ممكن تسأل ليلى الشناوي ونريمة. امال مين نعيمة؟ ياه نعيمة، انت جبت الاسم ده منين؟ ما نريمان هي نعيمة بس غيرت اسمها. طب ونريمان دي قالها فين؟ نريمان مش ممثلة. هي رخرة غيرت شغلتها؟ لا، ما هي اصلا رقاصة. رقاصة؟ Thank you.
مين اللي صورك الفيديو ده منه؟ ده عصام المدرس بتاعي، بس والله انا اول مره اعمل كده يا جدو. وازاي تسمحي له انه جرجرك لحاجه زي كده؟ دي لا هي تربيتك ولا اخلاقك. انا عارفه ان انا غلطانه، بس المشكله دلوقتي ان الراجل مع الفيديوهات دي بيهددنا ان لو ما ادانوش الفلوس كل الفيديوهات دي هتكون على الانترنت. ما تخافيش انا هتصرف. بس بليز يا جدو بلاش بابي مامي يعرفوا. ما تخافيش مش هعرف. المشكله اصلها انك انت حاولتي تصلحي الغلط بغلط تاني، سرقت ابوكي، الفلوس دي لازم ترجع. انا عمري في حياتي ما مديت ايدي على حاجه قبل كده، انا بس خفت وما عرفتش اتصرف. هات الفلوس دي هرجعها مكانها، اديني بس الرقم السري بتاع الخزنه. بتعمل ايه؟ انا انت بتسرقني في بيتي؟ غدا غدا تعالى شوف ابوك بيسرقني. الصحفي الشريف اللي بيواجه الفساد قايم نص الليل وبيسرق خزنه جوز بنته. بلاش فضايح يا جمال. ما خفتش من الفضايح وانت بتتسحب عشان تسرقني؟ في ايه يا جمال؟ ابوك بيسرقني. انت بتعمل ايه هنا؟ والخزنه دي فتحتها ازاي؟ اديك الدوك اللي بتفتخروا بيه. كنت عايز تطلع زيه؟ انا مش عاجبك؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ جده مش ممكن يعمل كده. انت ساكت ليه؟ جمال بيتكلم صح؟ جده ما عملش حاجه، انا اللي كنت. بس يا منه انا مش محتاج حد يدافع عني، انا ما كنتش بسرق، انا بس كنت محتاج قرشين كده. فقلت تستلف من الخزنه صح؟ كل مره بتنزل من نظري اكتر واكتر. امال ايه بقى الكلام عن المبادئ والشرف والاخلاق؟ صدعتنا وفلقتنا. مامي انا اللي كنت اصلا. بس يا منه مش خالص. برا، اخرج برا. استنى يا جدو، انت لو مشيت انا همشي معاك. تمشي معاه تروح فين؟ انت اتهبلت؟ اطلع يا ولد يلا على اوضتك. مش طالع في حته ومش هسيب جدو يمشي لوحده. انت بترد عليا؟ انت بتعمل ايه؟ دي مش طريقه تربيه. ليك عين تتكلم على التربيه؟ ايه؟ عايز يطلع زيك؟ بص بقى يا حبيبتي. من النهارده انا عايزك تنسي كل اللي فات. الليله دي مفيش شغل، الليله دي بتاعتك انت بس. بجد يا رؤوف؟ بجد يا روح رؤوف. ايه بتعمل ايه؟ ما تردش، سيبه يرد. حاضر مش هرد. طب على الاقل اشوف مين بس، اشوف مين بس. ده الاستاذ هلال. فجئت. طب بص يا حبيبتي، اصل هقول لك ده بجد بقى بجد. انا لازم ارد. ليه بقى؟ الاستاذ هلال على علاقه مباشره بفؤاد باشا. لا مش طبعا. لازم ترد. الو، ايه يا هلال بيه؟ ده حصل امتى الكلام ده؟ طيب 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 انا جاي لك حالا، جاي لك حالا. اتفضل اتفضل، مع السلامه. اتفضل. بص يا حبيبتي، هي ساعة واحدة وهتلاقيني داخل عليكي من باب بيتنا ده. لا يا حبيبي روح بالسلامة، شغلك أهم، شغلك أهم، روح. مش عارف ليه حاسك بتتريق يا حبيبتي. لا خالص يا حبيبي، شغلك ومستقبلك، وبعدين الشرطة في خدمة الشعب، تقدر تقول لها لأ؟ ينفع؟ مش عارف، مش مصدقك بس. لا لا لا، روح يا قطة، روح يا حبيبتي، متأخرش يلا. طيب يا حبيبتي، رغم إن أنا مقلق منك بس. طيب
بعد اذنك هاخد بس ال... وزي ما قلت لك انا انت في ساعه وجايه على ايوه ساعه وهاخد بس التليفون عشان هيرن تاني. يلا بسرعه بعد اذنك. خش رؤوف. ايه يا حبيبتي؟ في حاجة أجيبها لك من بره؟ لا ميرسي، خد بس هدومك دي ومش عايزة أشوف وشك هنا تاني. إيه دي إيه دي يا صابرين؟ إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ عم علي خش شوف جوه ده بورصة ده ولا إيه؟ إجري ورايا يلا يلا موته جوه هناك. حاضر يا بيه. يا صابرين. هو إيه اللي يا صابرين؟ ده أنا صبري تعب مني يا أخي. صابرين ما صحش كده يا صابرين، الدنيا ليل هتسمعي الناس حسينا آخر ليل وتفضحينا في وسط الجيران. إيه بقى؟ إذا كان على الأسانسير أنا يا ستي هجيب لك شركة تصلح الأسانسير. لا يا رؤوف بيه، الاسانسير شغال والله. لا مش شغال، انت هتفهم اكتر مني. ايه الخروشه دي؟ خش شوف ايه الخروشه. حاضر. لقيت البورصه هناك. حاضر. الله. انا بقى عايزه الناس تتفرج علينا يا رؤوف. قعدت تقول اصبري يا زبرين اصبري يا صابرين لحد خلاص ما صبري طفش مني يا اخي. ايه ده؟ صابرين انا طب انا اروح دلوقتي لماما ولا لا؟ ماما ايه؟ ماشي. خير يا استاذ هلال؟ ايه بقى المشكله اللي حضرتك عايزني فيها؟ منى حفيدتي في مدرس عندها في المدرسه لعب عليها واوهمها انه بيحبها وصورها كم صوره كده. طب ازاي مدرس يعمل كده مع بنت قد بنته ولا اخته الصغيره؟ طب ما الخوف كده لحسن تكون العلاقه اتطورت يعني لحاجه تانيه، سواء مع حفيدتك او مع بنت تانيه برضو. المشكلة إن اللابتوب بتاع المدرس ده اتسرق وعليه الفيديوهات. الفيديوهات دي وقعت في إيد واد اتصل بمنى وحاول يبتزها. طب الواد ده بيتكلم من رقم ثابت ولا من أكتر من رقم؟ هو كلمها مرتين من نفس النمرة، هي كاتبه لي النمرة معايا هنا. زيرا. ساعات وهجيب لك الواد ده. هي حفيدتك في مدرسة يا أستاذ هلال؟ مدرسة أجيال الدولية. أجيال؟ أجيال الدولية. طب المدرس اللي عمل معها كده اسمه إيه؟ عصام منصور. إيه؟ عصام منصور فيه إيه؟ عصام منصور ده أخو مراتي. أخو مراتك؟ طب على خيرة الله. في بيتها يعني. أنت متأكد يا زكي؟ ان النريمان موجوده هنا؟ ايوه عالمي، ده من كتر حفلات الرقص اللي عندها ما بتلاقيش وقت تروح فيلتها. لا يا شيخ، بقول لك البلد ما فيهاش شغل. انا جاي لك بصفه وديه مش كصحفي، عايز اسالك عن حاجه. حاجه ايه؟ مريم رياض. الله يرحمها، مالها؟ انت كنت اشتغلتي مع مريم رياض في مسرحيه شقاوي البنات. حصل. مريم رياض كان معاها شهادة من أكاديمية التمثيل في كاليفورنيا. أنا عرفت إن الشهادة دي مزورة. مزورة؟ واللي زور الشهادة دي هو نفسه اللي زور شهادة الدكتوراه بتاعتك. شهادة إيه بتاعتك اللي مزورة يا بيه؟ أنا الدنيا كلها عارفة إن أنا معايا دكتوراه في علم النفس من بلاد بره، والشهادة معايا وموثقاها من السفارة ومن وزارة الخارجية. بقول لك الشهادة معايا، حطها في عين التخين. أما مريم مزورة شهادتها؟ أنا معرفش الحكاية دي، أنا أول مرة أسمع الكلام ده. واللي عمل كده يبقى جوزي كاف ألف. كاف ألف؟ ده جاسوس ده يا أخويا ولا إيه؟ أنتوا مين يا جماعة وعايزين مني إيه؟ أنت كنت متجوزة عرفي سنة 98 مش كده؟ وبعدين بقى أنتوا حد زيكوا عليا يا بيه؟ أنتوا عايزين مني إيه؟ هتردي على الباشا نعيمة. نهارك أسود. انت عرفت الاسم ده منين؟ احنا جايين نعرف منك معلومه وهنمشي، مش قاصدين اذيه ليكي. يا بيه انا ما اعرفش اي حاجه عن الكلام اللي انت بتقوله ده. انا صحيح ساعه عرض المسرحيه كنت متجوزه محسن النجار المغني، بس ده ما بقاش عرفي ولا حاجه. لما مراته قفشتنا مع بعض وعملت فضيحه، مصر كلها ساعتها عرفت ان احنا متجوزين، وساعتها انا غيرت اسمي عشان خفت من الفضيحه. الدكتوراه بتاعتك يعني؟ في دكتورة تشتغل رقاصة؟ الدكتوراه بتاعتي مش مزورة، وأنا بشتغل رقاصة برضاية. وده كلام ناس عاقلة برضه. ده أنا أبقى مجنونة لو ما عملتش كده. يا بيه اللي أنا بكسبه وأنا رقاصة في يوم واحد ما بيكسبوش رئيس جامعة في شهر بحاله.
ده غير المركز الاجتماعي والسلطة. مركز اجتماعي وسلطة وانت رقصة؟ لما خدت الدكتوراه حبيت اطلع رخصة سواقة، قعدت 1000 سنة بجري في المصالح الحكومية وبرضو الرخصة ما طلعتش. لما اشتغلت رقاصة بتليفون مندي اقدر اطلع رخص لأي حد وانا قاعدة في مكاني وحاطة رجل على رجل. رخص ايه؟ يعني هتكون رخص ايه يا هلال يا اخويا؟ طلعتش هي. ايوه يا نجلة، انت فين؟ في مشوار. مشوار؟ اصل انا عندك في المعرض وعرفت ان انت جبتي عربيات وحملتي كل اللي فيه وفضيتيه. اتباعت يا حبيبتي. اتباعت؟ طب وفين نصيبي؟ لا يا حبيبتي معلش، مالكيش نصيب فيها. دي بيعه كنت متفقه عليها من فتره، بس ده ما يمنعش انك تجيبي بضاعه وتفرشيها، وده حقك، ما انت شركتي في المعرض. يا بنت ال... أستاذ هلال، ليلى الشناوي ردت علي. هو إيه اللي طلعها فجأة في دماغك كده نتغدى بره يعني؟ عادي، تغيير مناظر، ما نفسكش تغير جو؟ لا، أصل يعني مستغرب الحنية الزايدة دي. إيه؟ في حاجة عايزاني أخلصها لك؟ هو لازم يعني يبقى في مصلحة؟ أخسى عليك يا جمال، على طول ظالمني كده. عموماً بكرة تعرف غلاوتك عندي. ما انا حاسس. ايه ده؟ انت ماشيه في الطريق ده ليه؟ ابدا، هنعدي على نجله ناخدها معانا. انا قلت في حاجه غريبه من الاول. وايه الغريب في كده؟ انا ونجله بقينا شركة في كل حاجه، واكيد يعني مش هستكتر عليها عزومه غدا بره البيت. مزعجها ليه؟ هو انت مش معاك مفتاح؟ افتح بالمفتاح اللي معاك. معايا مفتاح، بس ال بس ايه؟ افتح. اغلق. عامر، بتعمل ايه في بيتي؟ يظهر يا جمال ان احنا جينا في وقت مش مناسب. بقالي كتير قوي ما عملتش لقاءات صحفية. في الحقيقة يا أستاذة سلوى، أنا مش جاي أعمل لقاء صحفي. نعم، أمال جاي تعمل إيه؟ أنا جاي بس عشان عايز أعرف معلومة عن مريم رياض. ياه، وأنا اللي قلت أخيراً عرفته إمتي وجايين تكرموني. مريم رياض ارتاحت، ويا ريت أنا كمان أرتاح زيها وأنت ترتاح. لا، أنا برتاح كده. ارتاح أنت براحتك. انت عملت مسرحية زمان مع مريم اسمها شقاوة بنات. وطردوني منها. ايما انت كنت افتكر متجوزها عرفي من واحد بيشتغل في وزارة التعليم.
انا عمري ما اتجوزت عرفي، انا اساسا ما اتجوزتش خالص. طب مين كان معاكم في المسرحيه غيرك انت طبعا وريهام شفيق وليلى الشناوي ونريمان؟ انت عايز تعرف ايه بالظبط؟ كان في واحده بتشتغل مع مريم في المسرحيه كان معاها دكتوراه، وكانت متجوزه عرفي من واحد بيشتغل في وزاره التعليم. انت قصدك على نعيمه اللي بقت نريمان من هلله البعيده، هي اللي مشتني من المسرحيه وكانت بتخطف مني كل الادوار وقعدتني في البيت، مفيش غيرها اللي بتجوز عرفي كتير. انا الحقيقه رحت لها وسالتها عن موضوع الجواز العرفي ده، انكرت، قالت ان مش هي. طالما جواز عرفي والدكتوراه مفيش غيرها نعيمه سلطان، هو الحاجه اللي انت بتدور عليها دي مهمه قوي؟ جدا. طب انا هقول لك على حاجه، لو جبت لها سيرتها هتعرف تاخد منها كل حاجه انت عايزها. نعيمه متجوزه اتنين في نفس الوقت. اتنين؟ واحد في السجن والتاني رجل اعمال. لو المعلومه دي اتعرفت هتروح في 60 داهيه. طب وايه الدليل على كلامك؟ عاشور جابر في سجن وادي النطرون، روح واساله. اصل انا ما هنش عليا ان جوزي وابو ولادي يبقى بيضحك عليه ويفضل مخدوع. قلت لا، لازم تيجي تشوف بعينيك. امال كنت حمار لما فكرت اتجوزك، انا ازاي ما تخيلتش ان انت ممكن انت تخلص خالص. هيقولوا ايه يا جمال؟ هيقولوا ايه؟ اتنين في بيت كبير عريض لوحديهم ومقفول عليهم باب، ايه المبرر اللي عندهم؟ عندكم مبرر؟ اهو ما عندهمش. انت ايه يا شيخ؟ عايزه مني ايه؟ عايزه تدمريني حياتي ليه؟ لا يا ماما، الكلام ده ما يتقليش. انا انت اللي عملتي في نفسك كده، رحت اتجوزتي راجل محترم متجوز ولوثتي شرفه وسمعته في حاجات زباله. ما تصدقهاش يا جمال، دي كدابه. ما تصدقهاش؟ امال اصدق مين؟ خدي انا، استنى حد امك يا رب يكون ميك في السجون يا واطي. يا جمال ما ينفعش كده، اهدى يا حبيبي اهدى. ده ما ينفعش تحرق دمك عشان شوية ناس ما تستاهلش، ده كلام برضو. جه الوقت دلوقتي ان كل واحد ياخد حقه. انا عارفة انك كاتب البيت ده باسم نجلة هانم، فحق ولادي لازم يرجع. خدي. امضي يا بت، امضي. وبالمرة بقى خدي مضلنا على دي كمان يا حلوة. وإيه دي كمان؟ ده تنازل عن المعرض منك ليا. أصل أنا ما بحبش أشارك حد. ما تقولها يا جمال. هتمضي ولا عايزة فيديوهاتك تبقى في كل حتة عشان الكل يتفرج ويشوف؟ أظن دلوقتي يا جمال ما ينفعش واحدة زي دي تبقى على ذمتك. مش قبل ما أربيها. لا 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 يا جمال، أنت راجل ليك اسمك ومركزك، مش عايزين فضايح. طلقها. طلقها يا جمال. أنت طالق. ده كل الموضوع يا رؤوف بيه. اسمي رؤوف بيه بالنسبة لك، اوعى تفتكر ان انت عشان نسيبي فهعديها لك تبقى غلطان. مش هو المدرس بيبقى قدوة للتلامذة بتوعه؟ اخينا اهاليهم بعتلهم امانة في ايدك انت واللي زيك. خلاص نقل بيك. في حد كان عارف ان انت عندك صور وفيديوهات على اللابتوب؟ حد زي مين؟ اكيد لا. طب ان هو يجيب تليفونك ويكلمك ودي عرفناها، امال جاب تليفون منا منين؟ الله،
الموضوع لو زي ما انت ما بتقول كده، فلما يلاقي صور وفيديوهات لبنات تانيين اكيد هيكلمهم، لما هو عفريت كده وبيجيب تليفون اي حد يعني. بصراحه انا مش عارف والله. طلع لي الرقم اللي كلمك. طيب هو ده الرقم اللي كلمني. التليفون ده هيفضل معايا. ايه؟ وانت كمان يا رؤوف. رؤوف بيه والله. هو انت هتسيبني هنا؟ والله العظيم.